وفي يوم عرفة اكتمل هذا الدين. فقال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى على تمام النعمة واكتمال هذا الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ما لبى حاج لله وكبر، الله أكبر ما أذن مؤذن لله وكبر، الله أكبر ما أظل نهار وأسفر، الله أكبر ما علا صرح للحق وتجدر، الله أكبر ما هوى صرح للباطل وتقهقر، الله أكبر الله أكبر. إننا أمة التكبير، أمة التكبير اعتقادا، وأمة التكبير عبادة، وأمة التكبير سلوكا. إننا أمة نعظم الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نكبر الله أن يكون له صاحبة أو ولد، نكبر الله عن كل صفة نقص. فنحن أمة الإسلام، الأمة التي تنسب الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يغفل ولا ينام، هو القيوم، هو الأحد، هو الصمد، هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا بصفاته الحميدة المجيدة. الله سبحانه وتعالى استحق أن يكبر اعتقادا، ونحن أمة التكبير، لأن كل عبادة لنا تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتكبير. فهذه صلاتنا تبدأ بالتكبير وينادى عليها بالتكبير، وهذه صلاتنا في كل انتقال بين ركن وركن ننتقل به بالتكبير. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونحن إذا أتممنا الصيام كان التكبير، نكبر الله على أنه أعاننا فامتثلنا أمره. ولتكبروا الله على ما هداكم، هدانا لهذه النعمة العظيمة فأتممنا عبادة عظيمة، فكان التكبير. وإذا كان الحج وهو ركن إسلامي عظيم من أركان الإسلام، فإذا اكتملت مناسك الحج وكان يوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، انتقل الحجاج من التلبية من لبيك اللهم لبيك، انتقلوا إلى التكبير، فهذه أيام تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إننا أمة عند كل صعب وحزن نكبر الله سبحانه وتعالى، نكبر الله. إذا امتحنا مع أعدائنا في المعارك فالتكبير هو صرخة المجاهدين في وجه الظالمين، في وجه الاستبداد والاستكبار والكفر والتبعية. إنه التكبير، التكبير عندما يزج الميت فنكبر عليه أربع تكبيرات. التكبير أيها الإخوة عبادة عظيمة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كل وقت وحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا استشرفتم حدنا يعني جبلا فكبروا الله سبحانه وتعالى. فالتكبير سلوك فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. وكل عبادة وكل ركن وكل أمر عظيم يبدأ بتكبير الله. واليوم وبعد هذه الصلاة نأتي إلى الجزء الأهم من هذا العيد وهو تصلي لربك وانحر. وهذا النحر أيضا يبدأ بالتكبير. فالله أكبر فوق أحزاننا وفوق مآسينا وفوق كل حزن وهم في هذا اليوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا اليوم أيها الإخوة يوم العاشر من ذي الحجة يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي وقف فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معلنا للبشرية مبادئ الإنسانية العظيمة. وعلى البشرية اليوم أن تجدو على ركبتيها وتستمع وتنصت إلى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يسأل الناس أي يوم هذا؟ فيقولون هذا يوم حرام. أي بلد هذا؟ هذا بلد حرام. أي شهر هذا؟ هذا شهر حرام. فيقول بأبي هو وأمي. ولتسمع الإنسانية إلى رسول الرحمة. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أي تعظيم للحرمات هذا؟ أية إنسانية هذا هذه؟ أية حقوق للإنسان هذه؟ قبل أن تعرف وقبل أن تزعم الإنسانية المعاصرة أنها عرفت حقوق الإنسان وأنها أقرت حقوق الإنسان، أعلن النبي هذه المبادئ العظيمة لتنتقي عليها البشرية. أعلن مبادئ اجتماعية ومبادئ سياسية ومبادئ اقتصادية. فقال وكل ربا موضوع أي مكروه، وأوله ربا عم العباس. وكل دم في الجاهلية موضوع يعني الثارات والنعرات والاقتتال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل دم موضوع في الجاهلية موضوع وأوله دم ربيعة. أيها الناس هذه المبادئ العظيمة نحن محتاجون إليها احتياجا عظيما. يا أبناء فلسطين يا جنوب الخليل يا من قتلتم 6 أو 7 على شبر من أرض في ثأر مريض، إن دماء المسلمين عظيمة ومعظمة. أيها الناس في فلسطين في الأردن في المخيمات اعلموا أن الإسلام قد عظم الحرمات وعظم الدماء وقال لها هدم الكعبة حجرا حجرا ولبنة لبنة أهون على الله من هدم حرمة امرئ مسلم أو من قتل امرئ مسلم. نحن أمة نعظم حرمات الناس ونعظم حرمات البشر. نحن أمة لا نقذف الناس بالقنابل الذرية. نحن أمة لا نهجر الناس. أعداء الإسلام قالوا لم تعرف البشرية فاتحين أرحم من المسلمين. نعم المسلمون فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها لكن لم يقتلوا ولم يهجروا ولم يعذبوا ولم يضطهدوا، ولأنهم إنسانيون رحماء. فإن هذه البلدان المفتوحة تحولت إلى الإسلام وصارت ديارا للمسلمين، لأن هؤلاء كانوا يعانون من غطرسة الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. كانت هذه الإمبراطوريات تضطهد الناس وتعذب.
فجاء الإسلام وأخرج الإنسانية إلى عدالة الله وإلى رحمة الله وإلى رحمة الإسلام. ونحن أيها الإخوة الكرام في هذا الزمن وقد سيطرت الإمبراطورية الغربية المريضة المليئة بالشدود المليئة بالانحراف المليئة باللوثات الفكرية والأخلاقية، وهي تدعي الإنسانية ظلما وزورا. نحن بحاجة اليوم للإسلام من جديد ولنور الإسلام من جديد ولعدالة الإسلام من جديد لتحرر البشرية جمعاء من رق العبودية الجديدة. الاستعمار الغربي الذي قتل الناس واضطهد الناس وعذب الناس، والإنسانية التي يزعمون هي الإنسانية الخاصة بهم وبهم فقط. هذا اليوم أيها الإخوة هو يوم عظيم مبارك، يوم تؤدى فيه أعظم مناسك الحج. هذا اليوم يذبح المضحون أضاحيهم، وهذا اليوم يرجم الشيطان وترمى الجبار، وهذا اليوم يطاف حول البيت في ركن الإسلام العظيم وهو طواف الإفاضة. هذا اليوم تؤدى فيه أعظم المناسك، فهو يوم تكبير على ما هدانا الله سبحانه وتعالى، ونحن هنا نكبر الله سبحانه وتعالى، فنذبح أضاحينا ونصل أرحامنا ولا نعظم وشائج قبلية ولا نعظم ضغينة ولا قطيعة رحم، لا نعظم إلا ما عظمه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. مسلك اجتماعي وعبادة بسيطة تفشي بها السلام على الناس وتصل فيها رحمة وتهجر فيها القطيعة، وإنما تهجر الشيطان وترجم الشيطان. فإذا كان الحجاج يرمون حصاياتهم لرجم الشيطان، فعلينا أن نرجم الشيطان في علاقاتنا الاجتماعية، علينا أن نرجم كل وشيجة وضغينة فيما بين المجتمع تفسخ المجتمع. اليوم يوم عيد ويوم حب ويوم سلام، اليوم سلام على الأهل والجيران، اليوم سلام على الأقارب والأرحام، سلام على الآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات، اليوم سلام على كل المجتمع، سلام على من صام وعلى من ضحى وعلى من كبر وهلل واتقى، ولا سلام على من طغى وبغى، ولا سلام على من استعمر وقتل ودنس، ولا سلام على حاكم شرد شعبه وفجر في خصومته فقتل الآمنين وقتل الأبرياء وعذب الناس، لا سلام على من اعتدى وعلى من طغى. ونحن أيها الإخوة يتمثلنا في هذا اليوم مع حجاج بيت الله الحرام ذلك نفس ذلك الشاعر مفتي اليمن موفق البرعي الذي حجزه المرض، فقال أبيات من الشعر، قال: يا راحلين إلى منى، يا راحلين إلى منى لقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، صرتم وصار دليلكم والشوق يا لهفي، والشوق يا لهفي هيجني وصوت الحادي، إلى أن يقول ذبح المضحون أضاحيهم وسالت دماءهم، ذبح المضحون أضاحيهم وسالت دماؤها، وأنا المتيم قد ذبحت فؤادي. اليوم قلوبنا تهفو إلى بيت الله الحرام، إلى تلك الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى، قلوبنا هناك مع حجيج بيت الله الحرام،
نهفو إلى تلك الأماكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم حج بيت الله الحرام لنؤدي ركن الإسلام الأعظم وينعم علينا بهذه النعمة العظيمة. وإني داع فأمن، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، اللهم ارزقنا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير، اللهم رحم كلمتنا ورصف صفوفنا واحفظ رضينة من بيننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد على الحق كلمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. وإذا أردت بقوم فتنة فنجنا إليك غير مفتونين. تقبل الله منا ومنكم الطاعات والأعمال الصالحة، وتقبل الله من المضحين أضحياتهم، وقوموا إلى نحر أضاحيكم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم. السلام عليكم.